شرب القهوه تمام. احنا اكيد كلنا بنشرب قهوه وبنشرب شاي، بس خلينا في القهوه. شرب القهوه مفرطه ليه اضرار، بتقلل مثلا من نسبه الميه في الجسم، فده بيخلي مشكله تحصل في الكليتين. بص، شرب القهوه او تناول نسبه كبيره من الكافيين، خلينا نقول الكافيين، لان القهوه وشاي بس يعني اعلى نسبه بتبقى في القهوه. ماشي، حلو، اعلى نسبه في القهوه، مظبوط كلام حضرتك سليم. شرب القهوه مره واحده في اليوم هو مفيد جدا للكليه ومفيد للقلب ومفيد لكل حاجه في الجسم. خلاص، ده مره واحده. طيب الافراط بقى، الافراط في تناول الكافيين بالنسبه للكليه هي برضو الكليه اللي بتصلحه، تمام؟ يعني لما يكون واحد بيشرب كافيين كويس وكليته كويس، بيشرب كتير وكليته كويسه، هو ما تاثرش قوي، ما حصلش تاثير. لكن بقى مرضى الكلى المزمنه، الناس اللي عندهم امراض في الكلى، او حد مثلا عنده درجه من درجات الاعتلال الكلوي او القصور الكلوي او ده بقى اللي ينصح فعلا ما يشربش كافيين بكميات كتير. خلاص، ليه؟ لان اللي بيصلح له مش هيأدي وظيفته بشكل كويس، اقلل انا الحمل اللي على الكلى. لكن العكس بقى، ان الكافيين الكتير ياثر على الكليه، لا مش بيأثر كتير، هي الكليه اللي بتصلح الموضوع ده. بتصلح الموضوع. طيب.